دلوقتي مع حضراتكم هنقابل مجموعة من رؤساء الشركات المصرية المتخصصة في تصدير الحاصلات الزراعية واللي بيشاركوا في معرض فروت لوجيستيكا 2024 لأول مرة، وهدفهم الانطلاق لكل أسواق العالم بمنتجاتهم، وده من خلال التواجد بقوة في برلين. وطبعاً لازم نساندهم ونفهم التحديات اللي بيواجهوها في سنة أولى مشاركة في المعارض الدولية. تعالوا في البداية نقابل محمد زكري مؤسس شركة أجرو فروتس إيجيبت، وهو بيصدر البصل والموالح والبطاطس والليمون والبروكلي والآيسبرغ اللي هو الخس، وبيزرع 700 فدان في أبو سلطان بالإسم علي، وبيمتلك محطة موالح وتجميد فراولة في منطقة الصلحية. شركة واعدة جدا. النهاردة حضرتك مصدر كبير جدا وبتشارك في معرض فروت لوجيستيكا، ده لأول مرة. لأول مرة دي لازم نقف عندها، تمام؟ تمام. انت راجل انا عارفك قلبك ميت وحديد وبتروح اي سوق في العالم، وصدرت بقالك 6 سنين بتصدر خضار وفاكهة، ليه تأخرت في المشاركة فروت لوجيستيكا؟ ما كناش لسه عملنا انشأنا المحطة. المحطة دي تم انشأها لسه من حوالي سنة ونص، جديدة لسه في بداية التشغيل وكده، بجانب ان احنا برضو كان بنيجي نسأل على المشاركة وكده تبع صندوق دعم الصادرات او تبع هيئة المعارض، لازم يبقى في رولز عندك وطلبات معينة لازم تسجلها، يعني تستوفاها. كم دولة بتصدر لها النهاردة؟ النهاردة يعني احنا عندنا حوالي 23 دولة. 23 دولة بدون المشاركة في المعارض؟ بدون مشاركة. الله اكبر عليك، يعني لما تشارك انت مكسر الدنيا النهاردة. الحمد مفروض لله. بقى ده معرض فروت لوجيستيكا الاضخم في العالم، يعني الأضخم في العالم. بس يعني احنا شغالين، احنا بنحاول ان احنا نوصل لأسواق برضو احنا وصلناش ليها لسه. احساسك ايه وانت بتشارك لأول مرة في معرض كبير زي ده؟ احساسنا يعني في رهبة، في قلق؟ لا لا مفيش. انا ولا بالنسبة لي من حاجتي وعارف لا انا بالنسبة لي ما عنديش قلق الحمد لله. انت عارف احنا بدأناها من الصفر وطلعنا الحمد لله، فاهم؟ فانا ما بخافش من حاجة الحمد لله. اشرح لي الصفر ده جه ازاي، يعني من هو محمد زكري؟ عرفنا. احنا فندم يعني انا بدات لوحدي في الشغل وكده، من وانا كنت في معهد وبدرس وفي نفس الوقت كنت بشتغل. برافو عليك. بعد المعهد جالي شغل تعيين، كنت مفروض ان انا اتعين في الحكومه وكده، ما اشتغلتش، دخلت في الاتجاه الحر وبدات اصدر. بدات اشتغلت في الاول في مجال التعدين، وبعد كده اتجهنا اشتغلنا شويه في موضوع الملح وتصدير الملح، فبدات في عملاء من اللي بنشحن لها ملح اوريدي طلبوا مننا خضار وكده، فبقى اتجه لقينا انه سوق كويس وواعد يعني، وفي امكانية شغل اكتر من مجال الملح، وفي نفس الوقت احنا شغالين اوريدي في الملح وفي المصنع والتصنيع. ارضك فين ومحطتك فين؟ الارض عندنا بنزرع في منطقة الصلحية ومنطقة ابو سلطان، عاملين زراعات بصل الاخضر والبطاطس، عاملين زراعة جزر حاليا برضو بندرس ناخد حوالي 1000 فدان في الوادي الجديد عشان هنزرع فيه اللي هو الفول السوداني. عندنا محطة بتاعتنا بتاعت غسيل برتقان، لسه المحطة جديدة تحت يعني لسه مخلصينها قبل ما اجي. يعني حجم استثمار قد ايه؟ فرحنا. الحجم استثمار محطة 22 مليون ما شاء الله، وخلصت خلاص في يعني في تشغيل بالنسبة للبرتقان، وبالنسبة لخط تجميد الفراولة والخضروات عندنا خط 5 طن ساعة تجميد، وطبعا جايين المعرض عشان يعني نزود العملاء، نزود صادراتنا، نعرف خطوط الملاحة، نعرف ناس جديدة. طبعا دي إضافة للشركة وإضافة للمحطة وإضافة لمصر والصادرات. حضرتك عضو في مجلس تصديري؟ انا عضو مجلس تصديري بقالي 4 سنين. 4 سنين. جناح زي ده اللي احنا واقفين فيه اللي مساحته مثلا 3 في 3 صح؟ ما زدتش عن كده. كلفك كام؟ ده 12 متر. 12 متر. ماشي، كلفك كام؟ مش فاكر، هو رقم حوالي 3600 يورو او حاجه كده. الدوله دعمه فيه طبعا. ده بعد الدعم احنا صح كده، انت في الجناح المصري. طيب النهارده المجلس التصديري قاعد بيقول يا جماعه من اول فود اتراكشن في اسبانيا 2024 ما فيش دعم معرض، ده ممكن يقفز بالمبلغ اللي حضرتك دفعته ده لقد ايه؟ يعني المعرض هنا ممكن تقريبا كان البارتيشن دوت يكلف حدود 22000 يورو. 22000 يورو؟ اه. طب هل هتقدر كمصدر بتقول يا هادي
هتقدر تعمل الكلام ده وتشارك في المعارض؟ لا، هي طبعا موضوع ان انت ترفع الدعم عن المعارض دي بتصعب مشاركة ناس كتيرة، مش انا وبس يعني. يعني انا مش فاهم، هما طالبين انهم يرشدوا، طب رشدوا في حاجة تانية، امنعوا البسكويت المستورد ان هو يخش مثلا، لكن ما تمنعوش ان الناس تعمل معارض عشان تجيب عملة جديدة فأوريدي نصدر اكتر. واحنا وصلنا لمرحلة اساسا مصر بقت رقم واحد في تصدير الموالح، في تصدير البطاطس. احنا بنتمنى من ربنا ان هم يغيروا السيستم ده، او يبقى في مشاركة للناس اللي بتصدر او الشركات، يبقى في حتى لو اجتماع ان شاء الله كل 3 شهور نجيب الناس اللي شغالة في المجلس التصديري والناس تبع وزارة المالية، يبقى في مشاركة للرأي. الدعم نفس القصة، نيجي نقدم على الدعم، مشاكل كبيرة جدا في موضوع الدعم، بيقول لك احنا بنعمل مبادرة، المبادرة الأعباء التصديرية بتواجه فيها مشاكل؟ ايوه، مفيش دعم. ليه؟ ما فاتورة بتاخد عليها فلوسك. انا من 2019 ما صرفتش دعم. انا النهارده صدرت، معايا شهادة التصدير ومعايا البيل فلودنج، معايا ما يفيد من البنك ان انا دفعت الفلوس. يا سيدي نعمل زي تركيا اللي بتدي للناس بالفاتورة، اقدمها للجهة، الجهة دي تبقى مسؤولة، يصرف لي 8% على فاتورة وانا بدفع الضرائب كل شهر في ضريبه المبيعات. خصمها، اخصمها كهربت المحطه، خصمها مثلا، اديني الفلوس وقول لي والله انت عليك ضرائب، عليك تامينات، خصمناها وفاضل لك بقيت فلوس، اديني النسبه بتاعتي عشان اشتغل تاني، لكن انت بتوقفني وبتوقف كل حاجه وانا مش هشتغل تاني. اللي قدام حضراتكم ده هو جناح شركه روتس المصريه المتخصصه في تصدير الحاصلات الزراعيه، وهو الظهور الاول ليها في معرض فروت لوجيستيكا 2024، وأسسها المهندس إبراهيم صلاح نوح، ومهندس معماري تخرج في كلية الهندسة بالجامعة البريطانية، وبيمتلك مزارع في وادي النطرون والمنيا والفرافرة، وهم كعائلة في الأصل شركة مستوردة للقمح والذرة الصفراء، وفي سنة 2023 نجحوا في تصدير 5000 طن موالح ورمان وبصل لكندا واستراليا وفرنسا وهولندا والكويت والإمارات، والمفاجأة إنهم تعاقدوا على تصدير 5000 طن في أول 3 شهور من العام 2024. يعني المؤشرات بتؤكد إنهم هيضعفوا كمياتهم التصديرية خلال العام الحالي. تعالوا نقابل المهندس إبراهيم صلاح نوح رئيس شركة روتس. إحنا أول مشاركة لينا في معرض فروت لوجيستيكا، يهمني جدا اتعرف على حضرتك اولا، مزارعنا فين، محطتنا، فكرنا ايه في التصدير. انا اسمي المهندس ابراهيم نوح، احنا شركه روتس كوموديتيز. مهندس معماري. مهندس معماري اصلا. أيوة. بعيد عن المجال خالص. ده ساعدني كتير جدا في الزراعه، احنا بنزرع يمكن من التسعينات بس ما كانش عندنا القيمه المضافه بتاعه التصدير بنفسه، فيمكن في السنتين الاخرين بدانا نتوجه للموضوع ده بقوه، فتحنا اسواق لنفسنا في اوروبا، في كندا، في استراليا، في دول كتير. انت رحت اماكن بتاعه التصدير؟ دي حقيقة. ازاي ما فكرتش تصدر غير من سنة او اتنين؟ يمكن ما كانش فيه الحافز، يمكن ما كانش فيه الاتجاه ده، مش شايفينه في مصر، لكن في السنتين اللي فاتوا بدأ الوجهة والاحتياج للتصدير في مصر بدأ يظهر ويزداد. مجموعة روتس اساسا شغلنا ايه؟ احنا مستوردين للقمح والبقوليات والذرة، ده اساسنا، اساس الشركة. ده ساعدك في تصدير منتجات مصرية؟ طبعا. ازاي؟ لان انا عندي علاقات في كل الدول اللي بستورد منها، فده ساعدني. زي كندا، احنا بنستورد من كندا، بنستورد من استراليا، بنستورد من اوروبا، كل ده ليا فيه علاقات، ليا فيه شركات، قدرنا بشكل او باخر ان احنا نفتح علاقات مع الناس دي ونبدا نديهم بضاعه بدل ما بناخد منهم بضاعه. طبعا احنا كمستوردين للحبوب من سنين طبعًا. ولكن كمصدر ناشئ الحصلات الزراعيه طبعًا. عارفين قيمه ما حصلنا، عمرنا ما هنحرق سعر طبعًا. صح ولا لا؟ طبعا. انا مش مجرد بعمل حصيله دولاريه خالص خالص. بتفكر في القضيه دي ازاي؟ قيمه مضافه لازم تتحط على المنتج المصري. قيمه مضافه دي جوده، القيمه المضافه دي مواصفات، لازم تفهم مواصفات الاسواق اللي انت بتصدر لها. لو فهمت مواصفات الاسواق اللي انت بتصدر لها هتقدر تحط المنتج بتاعك بالسعر العادل والسعر الكويس ليه، لان احنا ربنا مدينا نعمه جوده المحاصيل عندنا. 2023 حققت ايه ومستهدف ايه في 2024؟ يمكن 2023 بالنسبه لنا احنا يمكن في اول شهرين في السنه، ويمكن عملنا معدلات يعني مقاربه للي عملناه السنه اللي فاتت في اول سنه لينا. اللي هي قد ايه؟ اللي هي حوالي 5000 طن السنه اللي فاتت. طيب انت لغايه النهارده ما بتاخدش مسانده تصديريه، هو الشروط كده دي حقيقة. سنه اتنين نكمل ورقنا نبدا ناخد مسانده تصديريه او رد اعباء تصديريه. دي حقيقة. بتنافس ازاي من غيرها؟ قيمه مضافه بتاعتك وجوده منتجك، هتودي منتج ذات جوده هتعرف تطلب فيه سعر تكسب فيه حتى لو مفيش دعم صادرات. انت بتزرع بطاطس معيده ولا بطاطس تصنيع؟ الاثنين. التصنيع بالذات الحمد لله. كميه قد ايه التصنيع؟ يمكن احنا لسه بادئين حوالي 3000 طن
في الوقت الحالي، وبنسعى لزيادة البوفيتات وزيادة الكميات الزراعة إن شاء الله. في حالة صدور، وده اللي بتحاول تعمله بعض الشركات النهاردة المصرية، إنها تاخد البطاطس وتمنع تصديرها، بتحارب على ده النهاردة. نحل المعادلة دي إزاي؟ إن إحنا نحافظ على المصانع وتشتغل، وفي نفس الوقت أخد السعر اللي يغطي تكلفتي. تكلفة البطاطس النهاردة بقت نار. دي حقيقة. بتغطي تكلفتك إزاي وفي نفس الوقت ما نقفلش المصانع اللي فيها آلاف العمالة؟ قانون العرض والطلب، دايما لما في زيادة في العرض بيحصل انخفاض في الأسعار حتى لو في طلب تصدير. في الأول وفي الآخر أنت عندك، على سبيل المثال، لو عندك 10 طن في مصر في وقت معين والطلب بره على 5، هتعمل إيه؟ هتصدرهم إزاي؟ فقانون العرض والطلب، وده يمكن الدولة تقدر تشارك فيه بأنها تدي بيانات أكتر عن الزراعة، عن الاحتياج، عن المزروع حالي واحتياجه في التسويق قد ايه. يعني انا بنتج في مصر من كل محصول كميات قد ايه، والاحتياج بره ليها قد ايه، عشان المزارع ما يلجأش ان هو او يجري يزرع حاجه في الاخر ما يبقاش ليها التسويق الكفايه بتاعها، او ما نقدرش نخرجها كلها. بكره